أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اخوتنا اخوة الايمان، اذا ما جاء شهر رجب فحري بالامة الاسلامية ان تتذكر امور عجب حدثت لنبينا المصطفى سيد العرب، فلقد جاءه الروح الامين في حجر الكعبة ببشارة وطلب، ومعه البراق خير مرتكب، وقال هيا يا نبي العرب هيا فقد وجه اليك الامر والطلب. وهذا البراق خير مرتكب، وانت يا محمد اعظم من ركب، فركب النبي البراق بلا تعب ولا نصب، وبالمسجد الاقصى كان الامام نبي العرب، وبالحضرة القدسية عند رب البرية كان هنا اللقاء المرتقب. اخوتنا اخوة الايمان، ولله در القائل شرف الزمان بليلة الاسراء، انعم بها اكرم بها من ليلة غراء، اسرى اله الكون في اطوائها بنبينا المصطفى من مكة الفيحاء للمسجد الاقصى، وتم لقاؤه بالانبياء على جميع صفاء، صلى بهم وهو الامام، وحبهم آلاء ربي صاحب الآلاء، والروح الامين جبريل ملازما بهما قد انتهت عند 7 سماء. وهنا توقف قائلا هذا مقامي فامضي للعلياء. دخل الحبيب لحضرة قدسية، وسمع الحبيب من الجليل خير نداء، انت المراد من الخليقة كلها والمجتبى يا صفوة النبلاء. اخوتنا اخوة الايمان، من هنا من ساحة الرجال الاعلام عائلات عبد ربه العظام، وما اجتماعنا اليوم الا على مائدة القرآن في ليلة تكريم راحلنا الكريم حاج جمال السيد عبد ربه، مشارك الاستاذ الدكتور عبد ربه السيد عبد ربه، والسيد المستشار السيد رمضان، ونشارك ايضا الاستاذ احمد جمال عبد ربه، والاستاذ محمد جمال عبد ربه، ونشارك ايضا السيد المستشار محمد فوزي نصر، بل نشارك كل عائلات عبد ربه. فهيا بنا
لنستمع إلى الطاروطي الكروان صاحب الإجادة والإحكام، وكيف لا وهو علم الأعلام فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم الإذاعة المصرية وقمر قراء الجمهورية ونبت البيت القرآني الطاروطي أعلام الإذاعة المصرية. نسعد اليوم بصوته الندي، ونسعد أيضا يوم الخميس القادم في فجر الجمعة بإذن الله تعالى قارئا لقرآن الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر أثير إذاعة القرآن. فهيا بنا لنستمع إلى الطاروطي الكروان فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لا
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا أسأتم فلها وليدخلوا
المسجد كما دخلوا أول مرة ويتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجعلنا الليل والنهار
بصيرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم.
هكذا أيها العظماء، يا من استمعتم بكل رشد وإصغاء لتنزيل رب السماء على قلب الحبيب المصطفى سيد الرسل والأنبياء، وتلا علينا قارئ من العظماء، وتلا كما وصى سيد الأنبياء، وكانت التلاوة لما تيسر من فواتح سورة الإسراء متعددة الأسماء، فهي سورة الإسراء وهي سورة بني إسرائيل وهي سورة سبحان تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالتكبير. هكذا أخوتنا إخوة الإيمان أمتعنا الطاروطي الكروان فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، كروان الجمعة والفجر بالإذاعة المصرية، وقمر قراء الجمهورية، والذي سعدنا بصوته الندي الآن ونسعد بصوته بإذن الله تعالى قارئا لفجر الجمعة القادمة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر أسير إذاعة القرآن، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم كل عائلات عبد ربه أسرة الوالد الراحل الكريم الحاج جمال عبد ربه، باسمهم جميعا نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، ونقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من هنا من داخل كبرى قصور الضيافة المتنقلة والمكملة والمجملة بإنارتها الذهبية حاج محمد محروس وأولاده ببهجان. أما الهندسة الإذاعية العالمية مهندس محمد عبد الوهاب في شقايق الزقازيق الشرقية، واجبات الضيافة الفندقية وعمدة مقدم الضيافات بالجمهورية المتر ميدو الدولي ببنيوس. أما مصورنا الليلة لنراها كل يوم وليلة ومخرج الروائع مهندس ناصر صلاح. وتنا إخوة الإيمان